أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من نبائكم والذي نرصد لكم فيها أهم ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في القضايا المحلية والدولية. وكالعادة نبدأ هذه الحلقة دائما باستعراض أبرز العناوين. في الحدث الأبرز، زيارة أهالي تاورغالي مدينتهم رفقة وفد من الحكومة المقترحة وأعيان وحكماء مصر. وفي الخبر الأكثر قراءة، مسلحون تابعون للناظور يستولون على منزل مدير مكتبه. وفي الترند العربي والدولي، مغردون إيرانيون يطلقون هاشتاغ لن نكون كسوريا. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بحدثنا الأبرز هذا اليوم، حيث زار وفد من وزراء من الحكومة المقترحة وبعض هيئاتها ومؤسساتها العامة الأحد مدينتي مصرة وتورغا بعد الاتفاق على عودة أهلها إلى مدينتهم مطلع فبراير القادم. وأفاد مراسل نبأ في مصرة باطلاع الوفد على الاحتياجات العاجلة لتورغا للنظر في إمكانية توفيرها تمهيدا لعودة الأهالي إلى المدينة. أوضح المراسل أن الوفد يضم وزراء الحكم المحلي والداخلية والصحة والتعليم ورؤساء هيئات الاتصالات والموارد المائية والبيئية وأيضا الكهرباء. كما زار بعض من أهالي تورغا مدينتهم رفقة وفد من الحكومة المقترحة وأعيان وحكماء مصراتة. هذا الخبر لقى ترحيب العديد من رواد السوشيال ميديا، ورصدنا لكم بعضا من هذه التعليقات والتغريدات. ونبدأ بالفيسبوك، بداية بتعليق النشط عبد الحي والذي كتب: اللهم أحقن دماء الليبيين واحفظهم يا رب العالمين، ما شاء الله تبارك الله. فيما علق أحمد بن موسى: الله أكبر والله الحمد، المفروض يرفع التكبير في المدينة لطرد الشياطين، لعل الله من بعد ذلك يحدث أمر، حفظ الله مصرات الصمود منتصرة فالعفو من شيمة الأحرار. فيما علق أحمد المسعودي: والله كان صاروا رجعوا لبلادهم، معناها حطينا رجلينا على الطريق الصح إن شاء الله. مصطفى يعقوب علق: الحمد لله، اللهم وحد صفوف الليبيين واحفظ ليبيا من الفتن والقتل يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما إلى الآن ننتقل إلى تويتر والتغريدات هناك، بداية بتغريدة النشط المدون أسامة والذي غرد: عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم رفقة وزراء من الحكومة المقترحة وأعيان من مدينة مصراتة بادرة طيبة تغلق باب الاستغلال. هشام صالح غرد: بداية عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم والعودة الكلية مقررة يوم 1/2/2017 بإذن الله بعد سنوات من العذاب. المستشار السياسي لرئيس المجلس الطاهر السني غرد: بدأنا العمل مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تورغا مصراتة وتدابير عودة أهالي تورغا في الموعد المحدد أول فبراير، إصرار وجدية من أعضاء لجنة لإنجاز الاستحقاق. إبراهيم زميت غرد: عودة ميمونة، اللهم وحد الصف ولم الشمل وصف القلوب وأجمع الأمة على حق، هنيئا أهلنا بتورغا وليبيا وبارك الله في من له يد في هذا. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى الصور الأكثر تداولا والتي تظهر لكم زيارة أهالي تورغا لمدينتهم رفقة وفد من الحكومة المقترحة وأعيان وحكماء مدينة مصراتة، كما نشاهد هذه الصور الآن. أما الآن مشاهدينا نذهب إلى موقعنا الرسمي نبا.تي في والخبر الأكثر قراءة من قبل زوار الموقع، كان الخبر بعنوان: مسلحون تابعون للناظور يستولون على منزل مدير مكتبه، حيث استولى مسلحون تابعون لرئيس أركان ميليشيات الكرامة عبد الرزاق الناظوري على منزل مدير مكتبه ونيس أبو معلومة بالمرج. قال مصدر محلي بالمرج للنبا الأحد إن الاستيلاء جاء بأمر مباشر من الناظوري بعد أن نهب أبو معلومة وهو ابن عمه أيضا قرابة 50 مليون دينار ليبي من الحسابات التابعة للميليشيات. وبيّن المصدر أن أبو معلومة غادر المرج رفقة عائلته إلى مصر قبل يومين من كشف أمره. وإلى صفحة النبأ على فيسبوك والمنشور الأكثر تفاعلا، وكان المنشور عن صور لزيارة أهالي تورغا لمدينتهم رفقة وفد من الحكومة المقترحة وأعيان وحكماء مصراتة، وحظى هذا المنشور بأكثر من 1000 لايك في 24 ساعة الماضية كما نشاهد الآن على الشاشة. أما المنشور الأكثر مشاركة فكان أيضا لصور أهالي تورغا أثناء زيارتهم لمدينتهم، وتمت مشاركة هذه الصور 25 مرة.
وإلى الفيديو الأكثر مشاهدة على صفحة قناة النبا، والذي حظى بأكثر من 10,000 مشاهدة في 24 ساعة الماضية، وكان لتقرير عن نجاح جهود التهدئة في أبو كماش غرب زوارة وعودة الهدوء إلى المنطقة. لنتابع سويا هذا الفيديو. جهود تكللت بالنجاح في وقف الاشتباكات بين قوات تابعة لأمير المنطقة الغربية أسامة جويلي وغرفة ثوار زوارة المكلفة بتأمين منطقة أبو كماش الواقعة غرب المدينة. اجتماع ضم رئاسة المجلس الرئاسي المقترح وعمداء بلدية جبل نفوسة وغرفة ثوار زوارة وعميدها، إضافة إلى جويلي. اتفق فيه الحاضرون على سحب كافة الوحدات العسكرية من المنطقة وعدم الاقتراب منها. الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ليلة السبت يهدف إلى تجنيب المنطقة أي صراع عسكري من شأنه أن يعيد التوتر إلى المنطقة مجددا. وفي التفاصيل، جرى الاتفاق على تأمين منفذ راس جدير بتكليف قوة من الأمن المركزي والشرطة العسكرية وإعادة تشكيل قوة أمن من جديد، على أن تراقب الحكومة المقترحة سير الأمور وتمنع أي مخالفات قد تحدث. غير أن أهالي مدينة زوارة لم يكتفوا بتلك النقاط، بل طالبوا الرئاسية بإحالة أسامة جويلي إلى التحقيق لما سببه من أضرار لا مبرر لها جراء الهجوم على منطقة أبو كماش. أهالي مدينة زوارة هو الانتخاب الكامل لهذه القوات من حدودنا الإدارية، والنقطة الثانية هو إحالة السيد أسامة جويلي للتحقيق وللعدالة، حيث أنه قام بالهجوم على أهالي مدينة زوارة وبلدية زوارة وسبب في أضرار لا مبرر. الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضية عزها عضو بلدية نلوت عاطف برجيج إلى سوء التنسيق بين قوات أمير المنطقة الغربية وغرفة ثوار زوارة من أجل دخول المنطقة وتأمينها بالتعاون مع الغرفة، وهو ما أربك المشهد بالمدينة. وتشهد أبو كماش هدوءا أن بعد اشتباكات اندلعت الجمعة أسفرت عن مقتل شخصين ونزوح عدد من العائلات، إضافة إلى إعادة فتح معبر راس جدير بعد إغلاقه بسبب الاشتباكات. وقوع مثل هذه الأحداث تعكس مدى ارتباك المؤسسة الأمنية في البلاد، ما يصعب بناء الثقة بين الراغبين في الانضمام تحت جيش موحد وبين من يعمل في تشكيلات مسلحة تتبنى قراراتها وحدها. الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى الترند العربي والدولي. يتفاعل نشطاء السوشيال ميديا في إيران مع هاشتاغ سوريا نمشي ويم، أي لن نكون كسوريا، ردا على الإعلام الإيراني وتصريحات المسؤولين الذين يحذرون الشعب من أن يتحول بلدهم إلى سوريا بسبب المظاهرات التي شهدتها البلاد. ورد المغردون على هذه التصريحات بإطلاق وسم سنكون مثل تونس. وكتب أحد الناشطين السياسيين تغريدة قال فيها: لن نتحول إلى سوريا لكن سنتحول إلى إيران. إيران ستتحرر ولن تكون الجمهورية الإسلامية. إيران حرة، ديمقراطية، علمانية ومع القضاء. Nothing will stop Americans from standing in solidarity with them. وحول هذا الموضوع نتابع بعضا من التغريدات عبر موقع تويتر، بداية من تغريدة الناشط السياسي شاهين صبهري، والذي وجه في سؤال إلى المستقلين وغرد: هل أنتم من تنزلون للشارع وتحرقون البنوك والأموال العامة؟ المغرد محمد مجيد الأحوازي كتب: الإيرانيون يطلقون هاشتاغ سوريا نمشي وي، لن نكون كسوريا، للرد على الإعلام الإيراني وتصريحات المسؤولين في إيران الذين يحذرون الشعب الإيراني من أن تتحول إيران كسوريا بسبب المظاهرات في إيران.
هوليدا غريس المحللة الإيرانية الأمريكية المتخصصة في الشأن الإيراني والشرق الأوسط غردت بعض الإيرانيين قلقون أن تتحول البلاد إلى سوريا، فقاموا باستخدام الهاشتاج سوريا نمشيويم، أي نحن لن نكون كسوريا. بأكد مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، بإمكانكم متابعتنا عبر فيسبوك، تويتر، تيليجرام، وأيضا على الموقع الرسمي لقناة نبا نبا دوت تي في. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.